يستذكر البحرينيون في هذه الأيام ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي دشن عهدا جديدا في الإصلاح والتطور في شتى مجالات الحياة في البحرين. يوم 14 من شهر فبراير من العام 2001 كان يوما بارزا في تاريخ البحرين المعاصر وحدثا لا ينسى. سطرت مملكة البحرين منذ القدم أروع صور التعايش والانسجام المذهبي والعرقي، حيث إنها كانت ولا زالت محضنا يضم ألوانا وأطيافا من الأديان والمذاهب والثقافات. وما أن جاء هذا الميثاق ميثاق العمل الوطني حتى وأكد على هذه المبادئ النبيلة وعززها، فضلا على ترسيخه للعديد من المفاهيم الحضارية، فاستطاع بحق أن يرسم صورة جديدة مشرقة نقش على أوراق شجرتها قيما راقية وأخلاقا رفيعة وأصيلة. لم يكن ذلك يوما عاديا عندما اجتمع فيه جميع أبناء البحرين من كل حدب وصوب وهتفوا بصوت واحد نعم للميثاق. فقد كان يوم 14 من شهر فبراير لعام 2001 معلما بارزا في تاريخ البحرين المعاصر، فقد بزغ في ذلك اليوم شعاع التغيير، وشهدت هذه الأرض في عهد حضرة صاحب الجلالة حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى العديد من الخطوات الإصلاحية على جميع الأصعدة والمستويات. إن من أهم ما حققه ذلك التغيير فوز شعب البحرين بعاهل يمتلك رؤية مستقبلية واضحة تنبئ عن ملامح فكر راق ونهضة مقبلة، بالإضافة إلى إقرار النظام النيابي وفتح أبواب الحوار لجميع المواطنين عن طريق الانتخابات البرلمانية ومن خلال توفير الجو الملائم لإبداء الرأي وحرية التعبير. وعلاوة على ذلك، فقد استعرض هذا الميثاق طبيعة نظام الحكم في البحرين المتبلور في كونه نظاما وراثيا دستوريا يتميز بالنهج الديمقراطي المحفز للحمة الوطنية والمشهور بأبجديات العدل والمساواة والمحارب للخطط والمشاريع ذات الصبغة الطائفية والتطرف بكل أطيافه وأنواعه، في ظل حكم أسرة عرفت بالأصالة العربية والانتماء الإسلامي الرشيد. كما تميز هذا النظام بأنه يتكون من عدة سلطات تشارك في أحكام الدستور والقوانين التشريعية، فيساهم فيها كل من المواطن العادي وصاحب العلم والاختصاص مع السلطة العليا في اتخاذ القرارات وصنع الأحكام التي تساهم في التنمية الوطنية. من جانب آخر، فإن ميثاق العمل الوطني ساهم بشكل واضح في المحافظة على هوية هذا الوطن وصون مبادئه، وأثبت أن هذا الشعب قد تسلح بأرقى صور التآلف الوطني والتلاحم الاجتماعي، وتميز بالعديد من التضحيات النابعة من المواطنة الحقيقية الرافضة لكل ما يمس بثوابته وأصالته. إن ميثاق العمل الوطني استطاع بقيادة راعيه عاهل البلاد المفدى وما يمتلكه من فكر مستنير ورؤية ثاقبة أن يرسم طريقا للمستقبل من خلال بناء وطن الكرامة والمحبة على هذه الأرض. فمملكة البحرين كانت ولا زالت تكتب اسمها على خارطة دول العالم، ودائما ما تضرب أروع الأمثلة في العيش في ظل حضارة تتسم بالتعددية وترسخ ثقافة التسامح وقبول الآخر.